السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام في شرح جديد. شرحنا إن شاء الله لهذا اليوم إن شاء الله سنتعرف من خلاله على طريقة تحويل لمبة ليد تشتغل ب 220 فولت، أي بتيار متردد، إلى تيار مستمر، حيث نقوم بتشغيلها ب 12 فولت إن شاء الله. كل هذا إن شاء الله سوف نتعرف عليه من خلال هذا الفيديو، فتابعونا لا تذهبوا بعيدا. فكل ما عليك أخي الكريم أن تقوم بإحضار لمبة ليد محروقة أو صالحة، المهم فهذه محترقة كما هي مبينة أمامكم إخواني الكرام، قمت بوضع عليها سابقا قليل من القصدير لكنها احترقت مرة أخرى، ولكن سأقوم أنا إن شاء الله اليوم سأقوم بتحويلها إلى 12 فولت. فكما هو معلوم أو معروف فهذه الليدات فهي تكون إخواني الكرام مربوطة على التوالي. الفكرة هي تكون مربوطة ليد وراء ليد، ليد يعني تعطيك سالب مع موجب، سالب مع موجب، يعني مجموع الليدات تجد مثلا 160 فولت، و يعني على حسب كل شركة وكيف تقوم بترتيب هذه الليدات. المهم علينا نحن، ما يهمنا في الأمر إخواني الكرام هو سنقوم بتحديد يعني كم يحتاج هذا الليد من فولت. فيجب أن نكون متفقين على نقطة إخواني الكرام، لأن لكي لا يأتي شخص ويقول لك أن الطريقة غير شغالة. فمثلا هذا الليد فهو يشتغل ب 3 فولت أو 4 فولت، المهم تقوم بإحضار بطارية هاتف أو مثل هذه البطارية، فجميع هذه البطاريات فهي تشتغل ب 3.7 فولت أي 4 فولت، وتحدد إذا كان هذا الليد فعلا يشتغل ب 4 أو 3.7 فولت، فهذا ما نريد إن شاء الله، وهذا جيد. إذا كان كذلك الطريقة تنجح معك يعني 100%. وإذا كانت بعض الليدات مثل هذه إخواني الكرام، فهذه الليدات فمثلا تشتغل ب 6 فولت أو 8 فولت، فكل ليد يعني على حسب، ولكن غالبا تجد ليدات تشتغل يعني مثل هذه اللمبة تشتغل ب 3.7 فولت أو 4 فولت. فمثلا هذا الليد إذا قمنا بقياسه أو تجربته فلن يشتغل ب 4 فولت، إذا قلبنا لاحظوا معي فلن يشتغل. أما هذه الليدات إخواني الكرام فهي تشتغل ب 3.7 فولت أو 3 فولت، المهم قم بتجربتي أمامكم. تقوم بوضع مكان السالب مكانه وقد كذلك الموجب، كي نتعرف يعني هل كم بكم يشتغل هذا الليد. إذا لم تشتغل فقم بقلب الأطراف، أطراف البطارية، وقم بتجريب مرة أخرى. فكما تلاحظون إخواني الكرام هذا الليد فهو يشتغل ب يعني ببطارية 3.7 فولت، فهذا ما نريد. ولكن إذا أردنا أن نقوم بتشغيل جميع البطارية يعني هذه اللمبة ب 12 فولت، سنقوم بتحديد أو نأتي بجهاز أفوميتر، أفوميتر إخواني الكرام، نقوم بتشغيل خاصية يعني الجرس. وإذا قمنا بفحص ليد وراء يعني على ليد وراء ليد، يعني هذا الليد متصل، هذا الطرف متصل مع هذا الطرف، سنقوم بتقريبا 3 فولت، سأقوم باختيار 4 ليدات، فمجموعها ستشتغل ب 12 فولت، يعني هذا الليد يحتاج 3 فولت، هذا كذلك 3 فولت، الليد الثالث يحتاج 3 فولت هي 9 فولت، وكذلك الليد الرابع سيحتاج 3 فولت، يعني مجموع الليدات يعني هنا سيحتاج فولت على التوالي. إذا قمنا بربطهم على التوالي سيحتاج 12 فولت لتشغيل 4 ليدات، هذه هي الفكرة إخواني الكرام يعني على التوالي. أما التوازي فيعني يمكن تشغيلك يعني يمكنك تشغيل 4 ليدات ببطاريات يعني مثل هذه، إذا كانوا مربوطين على التوازي، يعني زائد مع الزائد مع الزائد مع الزائد، وكذلك السالب مع السالب مع السالب، سيحتاج فقط المجموع هو 3.7 فولت. أما التوالي فهي تكون مربوطة على يعني التوالي على هذا الشكل، الزائد مع الناقص وهكذا، المجموع يعني 3 فولت تضرب يعني مجموع 4 ليدات، ستحتاج 3 على 3 على 3 يعني 12 فولت. سنقوم بتجربتها أمامكم إخواني الكرام، ونحتاج يعني بطارية 12 فولت مثل هذه، قم بصناعتها، ويعني سهل يعني أن تقوم بصناعتها، فقط تقوم بالعثور على مثل هذه البطاريات تجدها في الحاسوب، بطارية الحاسوب، وتقوم باستخراج منها هذه الخلايا. سنقوم بتجربة 4 ليدات،
يعني لم تشتغل، سنقوم بقلب فقط الأطراف على هذا الشكل. لاحظتم يعني 4 ليدات فهي اشتغلت ب 12 فولت. لاحظوا معي إخواني الكرام، سأقوم ب لاحظتم يعني 4 ليدات فهي اشتغلت ب 12 فولت. ماذا سنفعل إخواني الكرام؟ سنقوم مثلا لأريكم، إذن 12 فولت حددنا الآن 4 ليدات اشتغلت ب 12 فولت، فهذا هو موجب 12 فولت الزائد. سأقوم بتقريض أو تقشير هذا يعني هذا الإطار أو هذه البوردة حتى يظهر لي ذلك النحاس، ثم أقوم بوضع سلك موجب من هنا وكذلك هنا سلك سالب. أقوم بإخراج سلكين وأقوم بقطع هذا المسار لكي أقوم ب يعني عزل كل 4 ليدات لوحدها، وفي الأخير سأقوم بدمجهم موجب مع موجب هذه الليدات ليكون لدينا موجب واحد وكذلك سالب واحد. سنختار مثلا أي عدد ليدات على سبيل المثال، سأختار أربع مسارات، مثلا 4 ليدات من هنا وسأختار 4 ليدات من هنا وكذلك سأختار 4 أخرى من هنا. سأقوم بتقشير أو تقشير هذا الجزء إخواني الكرام من هنا، هذه اللي إذا كانت محروقة سأقوم بوضع عليها قليل من اللحام فهي متصلة مع هذا، مع هذه النقطة. لاحظوا معي فهي متصلة مع هذه اللي التي كانت محروقة فهي متصلة مع هذا الطرف إخواني الكرام. لاحظوا معي سأقوم بوضع سالب هنا سالب، قمنا بالحديدية هذا سالب، وسأقوم بوضع موجب هنا. فابقوا معي إخواني الكرام، إذن الفكرة هي كالتالي إخواني الكرام، قمت بنزع ليد من هنا تبقى لي المساحة، فتركت 4 ليدات وقمت بنزع ليد من هنا لأقوم بتلحيم السلك في هذا الليد، وفي هذا الليد الذي قمت بنزعه قمت بتلحيم مكانه موجب وهنا موجب لتبقى هنا 4 ليدات، وكذلك هنا قمت بنزع ليد كان محروقا فأبقت هنا يعني توجد 4 ليدات. سأقوم بتلحيم لان اذا قمت بتقشير او تكريط هذا المكان فلا يتسع لينا يعني لا يوجد فراغ، لذلك قمت بنزع ليد من هنا وليد من هنا لتبقى 4 ليدات، واستطيع تلحيم الاسلاك هنا اخواني الكرام مثل هذا السلك. ساقوم بتلحيم هنا السالب وكذلك هنا موجب هذا الليد الاربعه والسالب هنا، وساقوم بتحديد هذه الليدات، ساقوم بتوصيل هذه الثلاثه الليدات لكي تكتمل 12 فولت. سأقوم بتوصيل السلك من هنا إلى هذا الليد لتكون مربوطة على التوالي. سأقوم بتشغيل هذا الأربعة وهذه الأربعة وهذه الأربعة فقط لأحصل على 12 فولت، وتكون إذا إن شاء الله قوية فهذه اللمبة فهي 9 واط. فكل هذا إن شاء الله سأقوم بتلحيم كما قلنا السلك سالب هنا في هذا المكان. فبهذه الطريقة تقوم بوضع هذا الشكل، تم تلحيم الأسلاك كما لاحظتم، ثم سأقوم بتلحيم السلكين هنا وأعود لكم بعدما أقوم بتلحيم جميع الأسلاك. إخواني الكرام، قمنا بتلحيم يعني الأسلاك الأخرى إخواني الكرام، هنا قمت بتحديد هذا السلك فوجدته متصل إخواني الكرام مع هذه الليد، فقمت بقطعه قطع هذا المسار لأقوم بتفرقة السالب عن الموجب لكي لا يحدث هناك تماس، وقمت بتلحيم سالب من هنا سالب هذه الليد، فهذه الليدات مربوطة على التوالي من هنا مع هذا الليد هكذا 4 ليدات. فهنا وجدت الليد الرابع يعني موجب الليد الرابع، فقمت بتقشيره بواسطة سكين بهذا الشكل ضغطة خفيفة إخواني الكرام، تقشيره بشكل خفيف حتى يظهر لك النحاس هنا، ثم ستقوم به تلحيم السلك الآخر هكذا. نأتي بسلك تقوم بتعريته على هذا الشكل وتقوم بوضع عليه قليلا من اللحام على هذا الشكل إخواني الكرام، ثم سنقوم بتقليصه ونقوم بتلحيم باقي الأسلاك.
هكذا هكذا إخواني الكرام. الآن إخواني الكرام، بعدما قمنا بتلحيم جميع الأسلاك، سنقوم بفتح هذه البوردة من هذا المكان، ونقوم بإزالة كل المكونات التي توجد بداخلها، لأنها يعني لم تعد يعني صالحة معنا. سنقوم الآن بتشغيلها فقط ب 12 فولت، لذلك سنقوم بنزع جميع هذه، وأقوم كذلك بنزع هذا الجزء بهذا الشكل إخواني الكرام. يعني ليس بالضرورة هذه اللمبة، فأي لمبة إخواني الكرام تشتغل ب يعني بليد 3 فولت أو 6 فولت يمكنك دمجها على التوالي. سنقوم بنزع هذه الأسلاك، لا نحتاجها. نقوم بإزالتها، نقوم بإزالة هذه البوردة، لا نحتاجها إخواني الكرام. سنقوم فقط بأخذ هذه الليد، ونقوم بإخراج هذه الأسلاك، إدخالها في هذا المكان لكي تظهر معنا بشكل جيد بهذا الشكل إخواني الكرام. قمنا بإدخال جميع الأسلاك داخل يعني هذه الدائرة داخل البوردة، ثم قمت بقصهم على هذا الشكل لكي أقوم بدمج السالب مع السالب بهذا الشكل. الآن سأقوم فقط بدمج جميع هذه الأسلاك البيضاء، يعني السالب الناقص بهذا الشكل، وكذلك سأقوم بدمج السلك الموجب، السلك الزائد، لتصبح لدينا على هذا الشكل إخواني الكرام، ليصبح لدينا مجموع سالب واحد وموجب واحد. وأقوم الآن قبل أن أقوم بتركيب جميع الأسلاك مكانها، سأقوم بتجربتها أولا، هل هي تشتغل؟ لاحظتم إخواني الكرام، فجميع الليدات شغالة. سأقوم فقط، ماذا سنفعل الآن؟ سنأتي بسلك آخر مثل هذا إخواني الكرام، سلكين يكون طويل نوعا ما، ثم نقوم بربط هذا السلك الطويل مع السالب، ونقوم بوضع لهم لاصق تجنبا لبعض التماس إخواني الكرام، أو يحدث هناك مشكل بهذا الشكل. ثم نأتي بالسلك الأحمر على هذا الشكل إخواني الكرام، ثم نأتي يعني هذا الإطار الخاص باللمبة، ونقوم بإدخال هذه الأسلاك مكانها هنا بهذا الشكل. على هذا الشكل إخواني الكرام، أو نسيت أولا أن نقوم بإدخالها مكان هذه البوردة، لأن هذه البوردة دورة إخواني الكرام، فهي تقوم بتبريد الليدات من الحرارة، ونقوم بإدخال كما قلنا الأسلاك مكانها الثقب، ونقوم بإعادة الليد كما كان. نقوم بإدخال هذا الإطار هنا بهذا الشكل إخواني الكرام، ثم نأتي ب هذا البرغي بهذا الشكل إخواني الكرام. انتهينا الآن. ماذا سنقوم بفعله الآن؟ هو نقوم بقص هذه الأسلاك على هذا الشكل، بهذا الشكل، ثم نقوم بإرجاعها، ونأتي بهذا البرغي الذي كان هنا، فهو يثبت الأسلاك، ونقوم بإدخاله. بهذا الشكل إخواني الكرام، الآن أصبحت لدينا لمبة 12 فولت، ونقوم الآن بتجربتها أمامكم إن شاء الله إخواني الكرام، ونقول بسم الله ونجرب. إذا لم تشتغل فقم بقلب الأسلاك، لأن هذا تيار دي سي ليس تيار 22 فولت. فكما لاحظتم إخواني الكرام، فالحمد لله تم تحويل اللمبة من 220 فولت إلى 12 فولت. لاحظتم بإضاءة قوية إخواني الكرام. سأقوم بإطفاء الإنارة لأريكم، لاحظوا معي، يعني أصبحت اللمبة إخواني الكرام تشتغل ب 12 فولت. تقوم بتوصيلها ببطارية
أو بطارية السيارة أو أي شيء يشتغل ب 12 فولت. مبروك عليك أخي الكريم، بدلا أن تقوم برمية. إذا إلى هنا إخواني الكرام ينتهي شرحنا، وإلى شرح قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.